نوقف وقفة إجلال وترحم على كل أطفال شهداء في غزة. أكيد أن ما يحدث في غزة هو انتهاك لحقوق الطفل، ما يحدث في غزة هو انتهاك المواثيق الدولية. نشاهد اليوم مجموعة كبيرة من الأطفال يستشهدوا، وخلاف ونزيد أكثر من هذا أطفال آخرين اللي ما زالوا أحياؤهم ضحايا ما يشاهدونه حاليا. احنا نشوفوا دائما الصدمة اللي عم يعيشوها الأطفال. أكيد إن شاء الله نصر لهم. احنا دائما نقولوا أنه في تاريخنا المجيد رسالة إلى كل العالم، وإن شاء الله النصر قريب يا رب العالمين إن شاء الله.